المواجهات النووية تبدأ في الفضاء. روسيا أخذت المواجهة مع الغرب لأخطر مكان في الكون، بدأت تتحرك تجاه مواجهات الفضاء اللي أصبحت أمر واقع بعد ما كانت مجرد خيال علمي. نهاية الكوكب هتكون على إيد الدب الروسي والناتو واللي تعدوا كل الخطوط الحمر في مواجهتهم. يا ترى إيه حكاية الآلة العسكرية النووية اللي بعتتها روسيا للفضاء؟ هل فعلاً هتبدأ المواجهة النووية الفضائية قريب؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده من 5 بالعربي. انتوا متخيلين لو حصل مواجهة نووية في الفضاء ايه هتكون نتائج المواجهة دي؟ الامر هيتجاوز الارض والضرر هيكون على الكون كله. حجم الاضرار هيكون اضعاف حجم الكوارث اللي حصلت على الارض بسبب استخدام القوة النووية. الخطر بدأ تحديدا في فبراير عام 2020 لما روسيا اطلقت قمر اصطناعي اطلقوا على اسم كوزموس 2553. كان هدفه موضع تكهنات مقلقة في فترة من التوتر العالمي المتزايد، خصوصا ان بعد عملية الاطلاق باسابيع حصلت الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن هنا بدأ الخبراء في ربط الأحداث. قالوا إن روسيا كانت بتأمن نفسها نووياً في الفضاء، وهنا حس العالم بالقلق من احتمال تصاعد الصراع إلى مواجهة نووية. في فبراير الماضي ظهر تصريح غامض أدلى بيه واحد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. التصريح ده كان بيتكلم عن تهديد خطير للأمن القومي وتسبب في عاصفة إعلامية، ده غير كلام مسؤولين أمريكيين عن كوزموس 2553 واللي كشفوا عن قلقهم من قيام القمر الاصطناعي بإجراء تجارب ممكن تؤدي إلى إطلاق نووي في الفضاء. لكن صحيفة واشنطن بوست قالت إن المسؤولين أعلنوا إنه ما تمش نشر النوع ده من المعدات قبل كده، لكنه ما بقاش خيال علمي ومفيش حد غير موسكو يعرف أهداف كوزموس 2553 الحقيقية. حاولت الصحيفة تقديم صورة للي بيحصل لو فعلاً بقى فيه نووي في الفضاء، كمان التأثير المتوقع بسبب الأحداث دي. وفقاً لواشنطن بوست، مسؤولين البيت الأبيض قالوا إن كوزموس 2553 مصمم لاختبار مكونات القدرة المضادة للأقمار الاصطناعية واللي ممكن تشل التكنولوجيا المدارية عن طريق النووي في الفضاء. الصحيفة قالت كمان إنه أي انبثاق نووي في الفضاء ممكن يتسبب في أضرار عشوائية زي تدمير عدد من القدرات الأرضية زي خدمات الإنترنت وأنظمة الإنذار المبكر العسكرية اللي بتتعقب إطلاق المقذوفات، لكن من الولايات المتحدة وخصومها. مش بس كده، لأن استخدام القوة النووية هيسبب كمان في فقدان مئات الأقمار الاصطناعية لقدرتها على تصحيح مواقعها، واللي بدوره هيسبب في اصطدامها ببعضها، وبيتكون حقول من الحطام بتتحرك بسرعة تزيد عن 10,000 ميل في الساعة وبتصطدم بألاف الأقمار الاصطناعية التانية وبتخلق تأثير متسلسل نظرياً معروف باسم متلازمة كيلسر. الآثار الباقية لاستخدام النووي في الفضاء بتتلخص في احتراق بعض الحطام في الغلاف الجوي، لكن في أسوأ السيناريوهات في سحابة من النفايات الفضائية هتغطي الأرض، وده هيرجع الزمن لورا، وكل التكنولوجيا اللي وصل إليها البشر مش هتكون مفيدة.